كرشي يا كرشي يلا عليك انا بصرف قرش. صباح الخير، اهلا بيكم من جديد في فيديو من فيديوهات تجربه نكس مختلفه، فقره دلع كرشك. طبعا معروف ان انا لما بصور فيديو زي ده اليوم كله بيبقى معايا فري، نظرا لان في حاجات بدوها بتبقى حلوه جدا فبكملها بقى، واللي مش حلو خلاص على جنب. فالنهارده ان شاء الله بعون الله اخد فري، النهارده هنجرب حاجات كتير ومن دول مختلفه. النهارده هتلاقوا معانا منتجات اسيويه اوروبيه عربيه، هلف العالم من الاوضه ده، هلف العالم من الكرسي ده. فلايك لايك لو بتحبي نوعيه الفيديوهات دي، اعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، وروحوا تابعوني على الانستجرام ما تنسوش. يلا نبدا جماعه. اول حاجه عندي فضول رهيب رهيب ان انا اجربها، دول سناكس صيني، فول سوداني بسله. ايه في الدنيا يخليني لما ابقى عايزه اكل حاجه حلوه اروح اكل بسله؟ او ممكن البسله بتاعت الصينيين مختلفه عننا؟ يجوز. هنفتح دلوقتي ونستكشف. وطبعا الاثنين سبايسي. انا مش عارفه الاسيويين بياكلوا كميه شطه ما بيحسوش باي حاجه، ما بيجيلهمش حمو زي اللي بيجي لنا، مفيش مشكله في البيبي. هبدا بالبسله عشان حقيقي دي اكتر حاجه انا عندي فضول ان انا اجربها. سناك بسله بيعملوا البتاع في جيم دي. افتحوا ازاي والبصل؟ بصوا اتفتح ازاي؟ دي بسله بجد. يا ريحتها سجاير ليه؟ فتحته فتحه متخلفه بصراحه. دي بسله معفنه والله، بايظه دي، عليها بهارات، عليها فلفل. ايه ده؟ انا كان عندي امل ان هي تطلع حاجه ثانيه. هنجرب من اللي مش متفائله. عارفين ريحته عامله زي الحبهان؟ هو انتوا بتاكلوا حبهان؟ بسله بالحبهان؟ استطعمتش. عامل زي الحمص، في توابل. حبهان ده ولا ايه؟ خايفه انت بتاكلي حاجه وتيجي الحبهانيه تحت اسنانك كده؟ فطعمه اكتر حمص. ايه ده، صرصار ده ولا ايه؟ جوه ده في حاجه كانت موجوده اهي. ايه دي؟ دي الشطه؟ ايه ده؟ عامله زي الحمص اكتر، انا حاسه ان انا كاني كلت حمص. غريب، حاسه ان انا باكل حاجه غريبه وتوابل اوفر. في حبهان في الموضوع ده. بالنسبه للبسله خلصنا البسله، نخش على الفول السوداني. نشيله برده المقص كده. السوداني اللي احنا عارفينه. اوكي كده ماشي. دي حاجه عارفينها. السوداني مش شطشط، طعمه حلو، مش مملح اوفر ومش مشطشط اوفر. حلو ده، ده حلو، ده حلو. المفروض ان انا ادوق بس انا باكل. شكرا يا صين. اللي بعد خلصنا الصين، ندخل على الامارات. دي انا يعني انا فاكراها صغيره بس طلعت كبيره، تحس ان انا ماسكه علبه سمنه كبيره. اتمنى ان هي تبقى مليانه، ما تبقاش كبيره والحبه اللي قد كده جوه. ده المفروض ان هو كرات الجبن مستر كريسبس. دي سمنه بجد. العلبه شكلها فاضيه، انتوا صارفين ومكلفين على علبه ولا ايه؟ شكله مغري. بوزو كاراتيه وكلبس بجنيه، ده حبايبي بقى. حوالي الرمرامه دي بحبها قوي، والله اعطتني فري النهارده. لو الحاجه اتفضلت يبقى لبكره كمان. حلو بالجبنه، طعمه حلو قوي، طعمه عامل زي الشيتوس. اللي بعده جماعه، اللي جاي ده لو طلع مش حلو هزعل قوي. دوريتوس ماله ابو 5 جنيه اللي بنشتريه الازرق ده، بحبه قوي. ده سعره عالي 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 يعني، طورد الغالي. تعالوا بقى نشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. هو كان فيه كذا طعم بس انا استكفيت بواحد نظرا لسعره. والله لو طلع طعمه وحش لازعل قوي. ده انت لو طلعت وحش وربنا هنهار. ده بطعم ايه الجبنه؟ بسم الله. هو طعمه حلو ومختلف عن الدوريتوس العادي، ان هو يعني طري شويه عنه. التاني بيبقى يعني بحس ان اسناني وجعتني بعد ما بخلص الكيس. طعمه شبه اللي هو الكيس الاصفر، اروح اشتريه ب 5 جنيه. طعمه حلو يعني عادي، خليكي في ابو 5 جنيه. اللي بعده الاثنين دول وبس. لا مش وبس، هكمله بعدين. بصوا هو تقريبا يعني وانا بشتري الحاجه دي صعدت عليهم عشان شاري حاجات كتير، قالوا يدوني هديه صغننه، فادوني العصير ده. العصير ده مكتوب عليه ان هو سعودي، توت مشكل، مشروب فاكهه، نسبه عاليه من فيتامين سي. تعالوا بقى نجربه. فيتامين سي ده ثابت عليهم تقريبا. حلو قوي، طعمه جامد، طعمه حلو جدا جدا جدا. خلاص عشان لسه في حاجات تانية كتير. اللي بعد انا جربت نوعين شيبسي قبل كده بطعم الوسابي اللي بيبقى مع السوشي، طلع وحش. اجيب تالت ليه؟ ليه؟ هقول لكم ليه. علشان لقيت ده مش بطعم الوسابي بس، ده معاه كمان طعم اللي هو اسمه جينجر، ده بتاع كده بيطلع مع السوشي برده لونه اورنج كده. اول ما شفته فاتيت قلت دي طحالب، ده اكيد طحالب. طلعت زنجبيل. دي طعمها في ناس بتحبها اوكي، طعمها اللي هو ايه فاهمه، ما جاش على هوايه. لكن الوسابي ده ما يتاكلش ربنا، انا بخاف من اي حد بياكله. بياكله بيبقى بيحبه كده، بحس ان انا خايفه منه مش عارفه ليه. فده ميجا شيبس المفروض ان هو ايه طعم الوسابي، والجنجر اللي هو الزنجبيل. يمكن الجنجر او الزنجبيل يغير من طعم، الله اعلم، هنشوف.
اكيد لا. عصبي بتتعب منك. والله غبي والله غبي. سبحان الله يا اخي، ما في حاجة بتغير من طعم الوسابي ده ابدا، يعني طعم الوسابي هو اللي باين اكتر، بس طعمه اهدى من التاني. فاكرين التاني كان مرة فاتت؟ ده طعمه اهدى. اللي بعد يا جماعة، فاكرين زمان كده لما كان بيبقى فيه شيبسي بطعم البيتزا، شيبسي بطعم الديك الرومي، فاكرينه اللي كان موف ده؟ كنت باكله وانا صغيرة. طبعا تقولي لي مش عارفينه عشان كده هبقى قديمة قوي. في فترة كمان من الزمن جم كده عملوا شيبسي بالفتة وشيبسي بورق العنب بالزبادي، بس ما طولوش يعني، تقريبا ما كانش عليهم اقبال فما عمروش معانا. فلقيت بتاع كده اسمه مستر كريست تقريبا، هو نفس ده اهو، ولكن ده بطعم البيتزا. وحشني قوي الحاجات دي. شيبسي سهرتنا النهارده للصبح. والله جميله، والله طعم البيتزا جميل. وحشتنا الحاجات دي قوي. وانا بطلب اللي هو مستر كريسبي ده، فاكره الكيس هيجي صغنن. واضح ان انا افتريت. اوكي، هو تقريبا اللي كان بالبيتزا ده بس اللي شيبسي ده، المفروض ان هو كريسبي دره على الدره دي. ايه بقى كتير ما كلتش الحاجات اللي بتوجع البطن دي. طعمه زي كلبز. انا الحاجات اللي بتعجبني بحطها على جنب، واللي ما بيعجبنيش بحطه على جنب. اللي بعده تويست. تويست بالطماطم، نفس ذات مستر كريز بتاع الاماراتي اهو. عندنا هنا زيه، وكنت مجرباه قبل كده في فيديو وكان حلو قوي، نفس الطعم برضه. واضح ان اللي عملته في كتير ههده النهارده. في حاجه كمان غريبه برضو متشوقه ان انا اجربها، بس استنى عليا. بعد كده برضو مستر كريست ده، المفروض ان ده جبنه سبايسي اهو. حلو حلو. بعد كده تويست بطعم الهالوبينو، ما عجبنيش عشان ما بحبش الهالوبينو. ماليش في الهالوبينو قوي. اللي بعده من ضمن الحاجات الغريبه واللي لفتت نظري ده كرانشو، تشكيله حاره سبايسي ميكس، الوان بقى، في الوان كده كتير، فعايز اعرف ده طعمه ايه. وده برضو من الامارات، قلت لكم هلف الدول العربيه ودول العالم كلها وانا قاعده على الكرسي ده. يا ابني يا ابني، انا في الشحه الكلام ده على الشحه كده، خايفه يفرقع ورقتها في وشي. في حاجات صفراء وحاجات حمراء وفي بسله، ومش كان في الصين؟ اللي جاب الصين عند الامارات، اللي جاب البحر هنا. دي بسله، دي بسله، ده ايه بقى؟ مش عارفه ده ايه، طعم ايه دي؟ الحكايه دي حلوه، مش عارفه هي ايه بس هي حلوه. سوداني مكرونه دي ولا ايه دي؟ الحكايه دي لا، حلو طعمها، حلو عامله زي الحاجات اللي بنجيبها من المقله. لا مش حلوه دي، دي مش حلوه، دي سودانيه بايظه. هموت ولا في واحده كانت كده سبايسي قوي دخلت بقى على طول. نسيت ده كمان، ده من ضمن اللي هو السناك اللي اسمه بوفوكي الامارات، ضفائر الذره الحاره المتبله. فين الضفائر؟ مش ضفائر دي، مش ضفائر. بوزو كاراتيه وكلبس بجنيه. انا خربت الدنيا النهارده، ده لسه في حاجه بقى هخرب الدنيا بيها قوي. بعد كده معانا هنا بتاع كده اسمه كرانشوز، ملح وجبنه، ودي طلعت علبه بس صغيره، دي اللي بطعم الجبنه. ايه كميه المقرمشات اللي انا جبتها دي؟ انا هتنفخ. ده شكلها ما بتقنعنيش لما باكل كده، لازم كبشه. مع البق حلو. راح الاكل الصحي، راح دايت الجيم، راح في كرش كبير جاي اهو شايفاه. خرشوه بطعم الملح، ده هيبقى طعمه عادي يعني، بما ان الملح هيبقى عادي جدا. شايفينه الكرش اهو جاي من بعيد. معروف ان احنا بنفضل نحدق ونحلي ونحلي ونحدق ونحلي تاني ونحلي ونحدق تاني لحد لما في كرش. معروفه حدقنا كتير قوي. نحلي بقى، وهحلي باكتر حاجه بحبها، كوكيز. كان في حاجه اسمها دايت، كان بيحبني قوي الدايت ده، بس سابني فجاه معرفش ليه. انا عملت له عشان يسيبني. انا فاكره ان في واحد منهم انا دقته عند اخويا، وساعتها يعني حسيت ان كده الدنيا بتلف بيا من جماله. اسيبه، لقيته فقلت اجربه معاكم. انا واحد هنا مكتوب عليه براونيز كوكيز، واحد بالشوكليت نوتيلا،
هاد شوكليت تاني. معرفش ايه الفرق بين الشوكليت ده والشوكليت ده، هنعرف دلوقتي. فتعالوا نستمتع. اول حاجه البراونيز، براونيز كوفيز. ايه الحلاوه دي؟ جربوه. اسمه ميربا، هو هولندي. طعمه جامد جامد. باين عليا ان انا اتكيفت صح، انا عشان كده سبتهم لاخر الفيديو. تعالوا بقى ندوق اللي بالنوتيلا ده، عايز له كوبايه نسكافيه. انا عايز. تعالوا بقى ندوق دي. يا خرابي خطير. المفروض ان انا ادوق واسيب عشان ادوق اللي بعده، بس مش قادره، قلبي مش مطوعني اسيبها. يا خرابي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ دي بقى من توب شوكليت ودي شوكليت. استنوا بقى ما اعرف الفرق بينهم ايه. الحقوا. ده طلع بيقول لك ايه، قمح. ده معمول من القمح وشوكولاته دارك شوكليت، الشوكولاته اللي هي الغامقه اللي بتاعت الدايت. هو والله حلو، بس انا شكت في حوار ان هو ينفع للدايت ده اساسا. قمح مين والناس نايمين؟ زبده الكاكاو، حاطين فيه زبده الكاكاو. حلو بس بتاع النوتيلا هدت اعصابي قوي. هاتي الحاجه دي، هي دي حجمها كبير ولا متهيألي؟ دي فيها تلاتة كل واحدة، طعمهم قريب من بعض، اللي بالنوتيلا والبراونيز. عالم تاني. استنوا بقى اهدى كده واجيلكم. يا جماعة انا الشوكولاتة نايمتني، خليتني اعمل كفس. لا لا لا، بصوا لو انتوا بتحبوا الكوكيز وكده جربوهم، جربوا اللي هو اسمه، انا قلت اسمه ايه، ميربا، هيعجبكم جدا. هتلاقوه 35 جنيه. الحاجات دي هتلاقوها في المحلات اللي هي بتبيع شوكولاته مستورده وكده. هو تقريبا يعني الحاجتين اللي ما عجبونيش النهارده النهائي معروفين، البسله والبتاع اللي هو الوسابي ده، الهالوينو عشان ما بحبش الهالوينو، بس دول وحشين بالنسبه لي. المشكله مش في كده، المشكله انتوا متخيلين دول بس اللي ما عجبونيش والباقي كله عجبني. انا لازم اتخلص من التشكيله دي قبل ما انهار، نخرج اوزعها عليهم وبس كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، واول مره اعمل فيديو في حاجات كده واحس ان انا فاهمه متمزجه ومنشكه حبيبي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وبس. او ما يكون انا بقى.